أتوجه بالاستضاح من خلالكم للحكومة ولرئيس اللجنة. قرأت وزملاء لي تحت القبة هون إنه في اجتماع المنامة جرى الحديث عن تخصيص 200 مليون دولار لإنشاء المركز الأمني السيبراني بالأردن. مدى صحة ذلك؟ هذا واحد. اثنين، المركز يتبع لرئيس الوزراء في المادة، لما نقول يرتبط المركز برئيس الوزراء، المجلس يجري تعيين رئيس المجلس بإرادة ملكية. وين المجلس بعدين ارتباطه؟ بس بحب استفسر عشان خلص بس تستفسر مضل. شكرا سعادة الرئيس. فيما يتعلق بالحديث اللي تكلم فيه سعادة الزميل خالد رمضان، هذه المعلومة خاطئة 100%. إنشاء هذا المركز هو ضرورة وطنية أردنية خالصة بامتياز، ليست مرتبطة بأي أمر خارج هذا الإطار. أما فيما يتعلق بارتباط رئيس المركز برئيس الوزراء، حتى تبقى سلطة الحكومة بولايتها العامة على كافة الهيئات. فيما يتعلق بأن هذه هيئة أن هذه هيئة جديدة، هنالك إلغاء دمج للمركز الوطني لتكنولوجيا المعلومات في وزارة الاتصالات، وبالتالي هذا الإنشاء هو إنشاء إحلالي. شكرا سعادة الرئيس. خالد، تصحيح كون معالي الوزير ذكر اسمي، أنا واضح قرار إنشاء موضوع قانون الأمن السيبراني هو قرار أردني سيادي، والآن البرلمان بناقش. لكن أمين عام وزارة المالية حضر في المنامة، هناك طلع نص في الوثائق، هناك ما لنا علاقة فيها. بسأل الحكومة من خلال سعادة الرئيس، معالي وزير المالية اطلع على هذاك النص انه هناك في كلام، لم اتحدث عن قانوننا ولا عن سيادتنا. شكرا.